تخيل معي منذ آدم إلى الآن وهو تحت التراب، تخيل معي رجل هو كان شيخ الرسل نوح عليه السلام، قضى 950 سنة وهو يدعو إلى الله، وقبل الدعوة سنوات وبعد الطوفان سنوات. تخيل معي أنه عاش فقط 1000 سنة، ولما جاءه ملك الموت ليأخذ روحه قال له: كيف وجدت هذه الدار، هذه الدنيا، هذا البيت؟ قال: كإنسان بنى بيتا له بابان، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. فقال له ملك الموت: كيف بحال أمة هي آخر الأمم، أكثر ما يعيش أهلها بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ومع ذلك يبنون بالحديد؟ قال: لو كنت فردا من تلك الأمة لحفرت قبري ولسجدت سجدة حتى يأتيني وعد الله. هذا البيت حينما كان النبي يشيع الناس إليه يقول: إخواني لمثل هذا البيت فأعدوا، لكن الناس آثروا أن يعمروا بيوتا لا يعمرونها ويخربون بيوتا يعمروها. كان الأولى وأنت تتحدث وتفكر وتخطط في بناء بيتك أين مكان الصالة، أين مكان صالة الأكل، أين مكان كذا، وتريد أن يكون كل شيء منتظم، الماء، الكهرباء، وأنت تعرف أن المقام قليل، لكن ما فكرت أبدا في هذا البيت كيف سيكون وكيف سترحل إليه. قيل لسالم أبي حازم: ما لنا نكره الموت يا إمام؟ قالها له سليمان بن عبد الملك، قال: نكره الموت لأننا خربنا آخرتنا وعمرنا دنيانا، فكرهنا أن ننتقل من العمران إلى الخراب. إن الإنسان الذي يعمر بيتا يتشوق لكي يرحل إليه، هل عمرنا هذا البيت لنشتاق إليه؟ أحباب رسول الله، هذا البيت يناديك سواء سمعته أم لم تسمعه، يخاطبك ويقول لك: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وإذا وضع فيه يخاطبه ويقول إن كان مؤمنا، إذا به يستقبله استقبالا يضمه ضمة شديدة لو نجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز العرش لموته لنجا منها كل الناس. هذا سيد الشهداء سعد بن معاذ، ومع ذلك حينما وضع في قبره ضمه القبر ضما شديدا، فقال النبي: لو ينجو أحد من الضمة الأولى لنجا منها سعد، ولو ينجو أحد من الضمة لنجا الأطفال. فكل الأطفال والأبرياء والذين ما فعلوا فاحشة إلا وتضمهم الأرض، وذلك لأن الأرض أمنا، وإن الأمة لتشتاق إلى أبنائها سواء كان عاقا أو طائعا. فإن كان طائعا كانت ضمة الأم التي تشوقت للولد الذي كان صالحا فتقول له: يا ابني كنت على ظهري تعمر وتصلح، وكنت أحبك وأنت على ظهري، وها أنا الآن أستقبل ولدا ضارا وأنت الآن في بطني أحب إلي، فتضمه ضمة شديدة كضمة الأم المتحرقة شوقا للقياء ابنها. وإذا كان عياذا بالله ممن عصى الله وغفل عن رب العالمين تتشوق الأم لكي تحضنه حضن الأم الساخطة على ولدها، فتشده حتى تختلف أضلاعه وتقول له: يا أيها الابن العاق، كنت تعيش على ظهري عاصيا لربك، تأكل الربا، تترك الصلاة، تغتاب الناس، تنم، تغش، تخدع، ما تركت من معصية إلا فعلتها، وأنا كنت متشوق لكي تأتيني. فتضمه ضمة فتقول له: كنت أبغضك وأكرهك وأنت على ظهري، وأنت الآن أبغض إلي في بطني. تقول: يا ابني، يا ابني، يا ابني، كنت تأكل على ظهري واليوم يأكلك الدود في بطني، كنت تعصى ربك على ظهري واليوم تعذب في بطني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحباب رسول الله، وذلك فإن الإنسان لابد أن لا ينسى أبدا هذه الدار، فهي دارك التي تبنيها بأعمالك، تذكرها دائما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة وترقق القلوب القاسية. زوروها فإنها تذكر الآخرة. انظر إلى هذه المدينة من أموات المسلمين، إذا جلست إليهم ذكروك بالآخرة، وإذا غبت عنهم لم يغتابوك، ليس كصحبة أهل الدنيا. أهل الدنيا إذا غبت عنهم اغتابوك، وإذا حضرت معهم عياذا بالله أنكروا عليك. لكن هؤلاء هم أعظم الناس نصحا لك. جلسة معهم إذا شاهدت السكون الذي يخيم على هذه الدار، فإنك لابد أن تتذكر أنهم عاشوا كما عشت، وأكلوا كما أكلت، وكانوا يسعون لبناء البيوت، لكن تركوا كل شيء. فإذا حدثتهم وقلت لهم كيف حالكم، لأجابوا بلسان واحد: أما بيوتنا فقد سكنت، وأما أزواجنا فقد ترملت، وأما أولادنا فقد تيتمت، وأما أموالنا التي سهرنا على جمعها فقد قسمت. هذا خبرنا، فما خبر ما عندكم؟ الله! إذن فعليكم أن تذكروها، وإن كنتم تريدون أن تذكروها فزوروها، لأنك لا تستطيع أن تتذكرها إذا لم تزورها.